مرحبا معكم سامي كورجي ماستر في الميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوب بريمير. واليوم راح نتعلم كيف نعمل ماسترنج للصوت طريقه رقم 2. مثل ما تعلمنا سابقا بهذيك الحلقه كيف نعمل ماسترنج بطريقه سمبل واكيد بروفيشنال، اليوم حنتعلم طريقه ثانيه مش سمبل مثل هذيك، بس مور اكوريت اكثر، يعني دقيقه اكثر من هذيك الحلقه، بس اثنيناتهم مفيدين. فيك تستعمل هذيك باي وقت، وفيك تستعمل الطريقه اللي حنتعلمها اليوم باي وقت. خلينا ما نكتر حكي، نوت على ادوب بريمير. راح امحي كل شيء تاعون اللي اشتغلناه هون قبل. هلا في عندي شيء هلا هون بعدنا على هن كانوا من الاوريجينال صوت، اوريجينال ساوند صوت يعني. ففي شيء اسمه هلا بدي بلش فيه مالتي باند كومبرسر. حعمل apply drag and drop له، حفوت edit، حلاقي كل شيء. هلا حاطلع عندي انا الديالوج هذا، في عندي مقسم 1 2 3، وفي عندي هذا الشيء الصغير له اهميه صار بالمالتي باند كومبرسر يلي هو الكتير الصوت الرفيع. في عندي التريبل، في عندي الميدز، في عندي البيز، واذا بتطلع تحت عندي الوان هون. هلا اذا بعمل play بلاقي كل واحد له لون، يعني هن كلهم الوان، بس ليه الاشي مثلا هعمل بلاي هلا مثلا هذا اللون الازرق اللي هو البيز، في عندي اللون الاورنج اللي هو الميدز اللي هو هون داخل. اللون الاورنج مش ضروري يكون هذا اللون اورنج، اللون الاورنج السبيكتروم يلي اعلى شيء اللي هو قسمه للميدز، يعني هذا الاورنج اللي لونه هون وهون. فينا نقول الاخضر يلي هو هذا اللون الاخضر وهذا اللون الاخضر، واللون الماجنتا اللي كتير رفيع. هلا بلاقي عندي بالالوان، في عندي اس بي اس بي اس بي، يعني في عندي سولو بلوك سولو بلوك سولو بلوك سولو بلوك. الاس يعني سولو، بي بلوك بلوك يعني بقفل على الصوت ما بدي اسمعه، سولو بسمعه بس لحاله. في عندي هذا السلايدر طلوع نزول، هلا بنفهم شو هو الثريشولد تبع هذا. عندي الجين يلي هو الاوديو ميتر تبعه جين، عندي الريشيو اتاك ريليز، وعندي هون الاوتبوت جين لكل شيء، وفي عندي ثريشولد مارجن اتاك ريليز. هلا حنعرف كل شيء بين كل شيء عنهم. سوري نشف ريقي شوي. هلا خلينا نشتغل على الموضوع. حعمل بلاي بدون ما اطبق اي شيء او حرك اي شيء. حعمل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي. اوكي، مثل ما قلنا بالسابق، في عندي انا بصوتي بيزي اكثر من بقايا، يعني في عندي الماتس والبيز عالي، التربل شوي واطي مثل ما هون مبين على فكره. في عندي بيز، عندي الماتس توني طانو عادي، تريبل واطي شوي. حتى تريبل هذا الصوت طبعا الاشياء الرفيعة، مثل مثلا انا دعست على ورق شجر يبسي بيطلع صوته، صوت سيارات زمور سيارة هيك بيجي رفيع. مهم اي صوت تريبل بتعرفوا كيف تتميزه. هلا المهم لحتى انه نعطي صوت حلو، خلينا نحن نعرف انا بالطبيعي شو بدي اعمل. مثلا فيني اعطيه مثل هديك الحلقة انه الراديو افكت، خليني مثلا علي البيز وطي تريبل شوي، علي تريبل وطي شوي الميدز، فينا هالامور كلها. بس هذا الصوت الصوت الحلو بالراديو افكت. بعدين حنتعلم امور تانية، بس هلا حنحكي بالراديو افكت لانه هذا الكتير قريب للاذن. فحنطبق هالشي. اول شي البيز عندي بدي علي مثل ما هلا. هن كانوا من التلاميذ يحيى. اوكي، هلا مثل ما قلت لكم انا في عندي سولو وفي عندي بلوك، حعمل سولو بس للبيز، حاسمع صوت البيز لحاله شو. حعمل اس بلاي، لاحظتوا شو هو البيز. حعمل ان سولو، حعمل سولو للميدز، وحاسمع شو اللي طالع صوت الميدز. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي. اوكي، في عندي التريبل مع الميدز شوي تبعهم، حعمل بلاي. اوكي، وفي عندي السولو تبع التريبل لحاله، حامل بلاي. اوكي، هذا هي. لاحظتوا كيف هذا المالتي باند كومبرسر فرق الاصوات عن بعضها. هلا انا لحتى اطبق الراديو افكت اللي حكينا عنه نحن، انا بدي اعلي البيز شوي. كيف بدي اعلي البيز؟ في عندي بالجين هون جين، فيني اعلي لفوق. هلا خلينا نسمع نشوف لوين واصل الاوديو ميتر تبعه. حعمل سولو اول شيء. اوكي، حعلي لاشوف انا وين بقدر بالصوت اكون مبسوط بهالموضوع.
اوكي انا بدي احاول معلي كتير لانه حتى الصوت ما يعطي بيز كتير، فانا بكتفي يمكن بتقريبا 6 dB. انا 6 dB يعني عم بعلي 6 dB عن ما هي الاوريجينال تبعها. اوكي تمام مبسوط فيه. حعمل ان سولو، حعمل سولو للميدز، حاسمع كل واحد هذا لانه حياخد وقت لانه عم بسمع كل واحد لحاله وبشوف انا وين بنبسط فيه. هلا مش تركزوا، الصوت منفصلين عن بعض، ما بدي انا حط بعلي انه هذا الصوت اللي بدي اسمعه نهائيا، لا، لانه هذا الصوت حيندمج مع الثلاث البقايا حيصيروا 4. فكل واحد بدي ركز انا بهذا الشيء اللي هون اللي عم بسمعه هلا. هن كانوا من التلم. كيف بده يكون صوتك انظف او احلى من ما هو عم بسمعه هلا؟ هلا حاشتغل على الاساس، حامل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى طنبي. هلا هذا الصوت فيني اعتبره مثلا حلو، بدي بينه بعلي الصوت تبعه، بعلي الجين تبعه يعني. مش حلو خليني اوطي الجين تبعه، انا ما حسيته حلو، حوطي الجين تبعه بقيمه ماينس 3. هن كانوا من التلاميذ يحيى طنبي. اوكي بعده عالي على فكره هون اذا بتلاحظوا. من العمال اللي كان حوطي كمان للشوي قد ما بقدر اكون. هن كانوا من التلاميذ. اوكي تمام، هلا الصوت بعده مبين لانه هو اعلى شيء بالصوت كله. يحيى طنبي حديد لهم بعده مبين. حامل ان سولو، سولو للتريبل والمد مع بعض. بتركه لانه حلو الصوت، ما منه عاطل، منه مش مزعج. حامل ان سولو، سولو للتريبل اللي هون يلي هو مش قليل مبين. ف انا هذا بدي اياه يعلى، علي بس ما كتير، انتبهوا يعني ما اطلع كتير لفوق 18 بصير بيطلع صوت. هذا ما بدي احطه لانه ببين حتى على الايرفون. هلا سوري اذا حاطين ايرفون، سوري بعتذر. بيطلع مثل ما سمعته هيك كتير مزعج، وحتى على تليفوناتكم سوري او اي جهاز ما انتبهت للموضوع. اكتفي بخي 6. اوكي هلا هنعمل ان سولو، وهون في كمان باي باس بموجود بكل افكت موجود. هرجع للاول حاسمع كيف قبل وكيف بعد. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. لاحظتوا هالاشي اللي عملوهم بسيط يعني، علت ووطيت وعلت ووطيت، قديه فرق. طيب هلا هون بيجي للاوديو جين. اوديو جين قد ايه انا الاوتبوت تبعه ككل قد ايه فيني اعلي وقد ايه فيني اوطي. هلا حراقب الصوت من هون او من هون، فحاعمل بلاي. هلا بتطلع هون لانه اقرب شيء لي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي. طيب فيني اعلي، فيني اعلي لانه بعده واصل لهون، فيني اعلي شوي صغيره مش كتير. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع. كمان علت شوي صغيره فبيوصل لهون. هلا في عندي كم شغله هون، في عندي الثريشولد. ثريشولد هو المحل اللي بيوقف على هذا الشيء اللي هون، فانا حتى ما يوصل لفوق كتير انا عم بعلي مثلا او في شيء هيك بمحل ما علي صوتي فجاه وطي، فبعت ثريشولد ما في شيء اعلى من 0، انتبهوا كله تحت 0. حاعطيه مثلا ماينس 3 يعني تقريبا بيجي لهون. فهذا بعد اي صوت بيطلع عالي ما بوقفه على الماينس 3 يعني ناقص 3 ما بخليه يطلع لفوق، هذا كتير مهم. فيني مثلا نحطه ماينس 4 حتى يكون شوي امن. طيب هلا انا بدي اعمل بس قبل ما اعمل بالبلاي بدي اعمل هيدا البي معناتها بلوكينج للليمتر، هو حاكبس بي لحتى انه تيرن ان للموضوع هذا يعني، هذا بس اكبس بي هذا بيشتغل، بشيل البي ما بيشتغل يعني، انا علت الصوت وعملت ماينس 4 كانه ما اشتغل. حاكبس بي صارت هيك شغاله. حعمل للاول بعمل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي. خلينا نطلع هون بهذا اللي هون، شوف انه الصوت بعده ثابت هون ما حيعلى. العمال اللي كانوا يشتغل. فهلا بدي اعلي الصوت بس بدي انتبه انه ما كتير علي، لانه بدي اعلي اكيد بده يخترق الثريشولد يعني العتبه، فقد ما عم بضغط ما حيتحمل، فانا عم بعلي شوي لانه بدي وصل شوي الصغير يعلى كمان شوي. فهعمل بلاي. هلا هذه ما كتير تستعملوها يعني، ما تشدوا عليها كتير لان
بتخرب شوي من الصوت، فعمل بلاي. تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا معي. حوطت شوي ثريشولد وحعمل بلاي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا معي يحيى افندي. لاحظت هون عم ببلش يضرب احمال لانه انا عم بعلي كتير لانه صار الميد اصلا عالي عم يعلى. فحعمل بلاي. من اصحابه واصدقائه وعائلته هن كانوا. هلا اذا بدي اشيل البي هون بدي لاحظ انه عم يحيعلى اكتر. حعمل تيرن اوف للبي. كانوا من تلاميذ يحيى افندي. لاحظته سوري. لاحظت انه صار في تدفق اكتر. حارجع رجع البي من اشغل هذا الشيء. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي. اوكي انا هون بكون مبسوط. حاطلع هلا هذا الاوديو ميتر تبع البروجكت حشوفه انه اذا اوكي ولا لا. من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي. واذا بتلاحظوا هذا مثل هون تقريبا بس هذا الافكت عالي شوي لانه هنا عم بشتغل هون لحتى ما يضرب للعالي كرمال هون ما يعلى كتير. فانا هيك اوكي تحت الصفر بكون انا يعني بالامان. بس اوريدي بعد ما اشوف هذه الحمراء خليني اتاكد اعمل بلاي. اصحابه واصدقائه وعائلته. اوكي هذا اعلى صوت من الفويس تبعي كله يمكن ما في اعلى من هيك فبتركه ما انه عاطل. اوكي هلا خليني اعمل بيفور وافتر من هون. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي من اصحابه واصدقائه وعائلته. طيب هلا بجي لهون بسكر هذا. في شيء اسمه parametric equalizer مش هيدا اللي فوق. هعمل طبق عليه بيك بس عدد. هلا هون كمان هذا الموضوع شبيه للماسترينج. اذا بتلاحظوا في خمس نقط هالمرة وفي عندي نفس الجراف اللي شفته نفس الجراف او ماستر او ماستر جين بس ما عندي الريفرب والقصص بس هذا parametric. طيب هلا انا بشتغل على موضوع مثل ما قلت لكم بيز بعلي وهيك. هلا في شيء انا بستعمله دغري هو الفوكال انهانسر بيعطيني هذا الشكل بس اكيد ما بتركه هيك في شويه ادجستمنت بالموضوع. بالنسبه للفريكوانسي تبع ال 18 يعني البيز هذا بخليه 6 دي بي. هذا الكتير عالي تريبل بدي وطيه شوي او بهالشكل هون. فبخليه بس هذا فينا على البيز وقد بكون انا بدي اياه يعني هذا اشياء انت على ذوقك بس انا بقولكم انا بستعمل فوكال انهانسر وبس ادجستمنت للبيز لانه ما بدي كتير اشياء اوريدي عملتهم بالمالتي باند كومبرسر بس هون اشياء مايكرو ادجستمنت فينا نقول وهيك بعطي سموثمنت للصوت شوي البيز بعطي علي شوي تريبل من هون سوري كنترول زد من هيدي الهاي فريكوانسي واللو فريكوانسي. هول النقطة الثانية اللي هني انا هيك انا بشتغلهم. بعمل بلاي. هني كانوا من تلاميذ وبدي اعمل باي باس لحتى نشوف شو الفرق بهيدي الكابسل هون. هني كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي. اوكي عطيني فرق بالصوت ف مالتي باند كومبرسر بارامتريك ايكوالايزر اثنيناتهم بيلعبوا دور كتير مهم بماسترينج الصوت كمان. فهذه كانت طريقة تانية بالنسبة للماسترينج. هلا فيني انا اذا كمان مثل ما قلت لكم هذا الشيء اذا عم طبقه بمحل ما مثل ما انا عم بستعمل هلا الديتوريال هذا عم كل مرة بدي زبط الصوت فبعمله بريسيت بيجي لعند الافكس اللي انا حطيتهم مالتي باند كومبرسر. خلينا نوطي هول مالتي باند وبكبس كنترول يعني كرمال اعمل مارك لها كمان. فيني كمان بعشوائيا ما ضروري لانه هون اخذين الاوردر تبعهم هيك بسيف الاوردر تبعهم اوريدي. رايت كليك سيف بريسيت خليني نسميها ماي ماسترينج نمبر 2 انتر فحامحي هول وححط هون ماي ماسترينج يلي هي نمبر 2 دراج اند دروب حلاقي هون وجدوا اوريدي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي. هذا هي الماسترينج تبع الصوت. هلا الماسترينج كتير بفيد. خليني مثلا هعمل دوبليكيت للموضوع فحطه هون وهذا الشيء حامحي الاثنين. هلا حاجي خليني لا بلا ماسترينج قبل
حاجة قبل بلا ماسترينج حنسمع صوت بلا ماسترينج، والتاني بارت حيكون مع ماسترينج، وحنعمل بلاي 3 2 1. هن كانوا من التلاميذ يحيى أفندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى أفندي، من أصحابه وأصدقائه وعائلته. هن كانوا من التلاميذ يحيى أفندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى أفندي، من أصحابه وأصدقائه وعائلته. هن كانوا من التلاميذ يحيى. أوكي، صار عنا طريقتين ماسترينج للصوت، إما الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. أنتوا عندكم القرار شو تستعملوا أو تختاروا. أنا بستعمل هول الطريقتين، يا هيدي أو هيدي، مش بتنين مع بعض. أنتوا اختاروا، أنا عم بعطيكم إياهم من الآخر. أكيد تعبت كتير لحتى شفت شو الأنسب واشتغلت وشعملت وهيك، فعم بعطيكم إياهم من الآخر، وما حدا بيعطي السر لحدا، فأنا عم بعطيكم إياه. هلأ خليني ذكركن تعملوا سبسكرايب لايك شير كومنت، وإذا حدا بحب يتعلم ما تبخل عليه، بعتلو اللينك الفيديوز البلاي ليست اللي عم بشتغلها بالأدوب بريمير. وما تنسوا كمان في أمور تانية عم نتعلم، الافتر افكس انيميشن والفيجوال افكس، اللي فيهم بدنا نتعلم الكالر جريدينج بدافنجي ريزولف اللي هو كتير بروفيشنال بالكالر جريدينج، والتصوير وكيف يكون محترف بالتصوير، وأكيد أساسيات التصوير حنعطي كورس لها كمان بحال البيجينرز لهم دور يتعلموا كمان. وأنا متأكد أنه عم تستفيد، وأنا بعرف أنه في ناس بتشتغل أدوب بريمير وبتعمل ماسترينج، وإذا حضرت هذه الحلقة أكيد عم تكون عم تستفيد، لأنه في أمور يمكن ما تكون متشابهة مع البعض، بس أنه أنا عم بعطيكم إياه بعد خبرة سنين. فما بدي أطول عليكم، وإن شاء الله بشوفكم بحلقة الجاي. Bye.